قلت كيف قلتي؟ شتي مش معقول. ايه ولا ممكن نتنفس ونشوف وجه ربنا مثل ما بينعال يعني، بس اللي يمكن الاحد احسن. ما بعرف، انا اللي فهمته انه الليله عشيه بيوصل منخفض جو بيستمر الصبح شوي شتي. خلينا ناخذ التفاصيل المضبوطه من استاذ محمد كنج من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت الدوليه. صباح الخير استاذ محمد. صباح النور يا هلا. شو طلع شتي كمان هالويك اند؟ شتي بكره استراحه. يعني بكره تقريبا من قبل الظهر بلش يتحسن الطقس. استراحة بس انه مش مناسب للتزلج، مش مناسب لانه واحد هيك يظهر ولا لا؟ يعني بالقسم الثاني منه من بعد الظهر مناسب بلا طعمة يعني. بعد الظهر تزلج يعني بالايام العادية من الظهر وطلوع خلص يعني على كل الاحوال. ايه الله يبعث الخير، بده يعوض شوي الواحد عم يضل مزروب. بالنسبة لطاقتنا بلشنا نتأثر بالمنخفض الجوي، بلشنا نشوف طاقة متقلب مع بعض الأمطار خاصة بالفترة الصباحية. طقس اليوم بلش غائم مع أمطار، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة الأربع درجات، الكتلة الباردة بلشت تفوت علينا، حتأدي لرياح ناشطة توصل سرعتها ل 75 كيلومتر بالساعة. نعم. وخاصة بالمناطق الشمالية هي الأكثر تأثراً، لأن الكتلة الباردة بتكون بهيدي المنطقة بتفوت أبكر عليها، وكمان بتضاين بتنسحب منها بتضاين فترة أكثر. فتساقط الأمطار حيبلش خفيف بتصير ومتفرق اعتبارا من الظهر بتزيد، وبالفترة المسائية حتكون غزيرة مع برق وراد وتلج، ببلش مستواه من 1700 من هلأ بالفترة الصباحية، بالفترة المسائية أو صباح بكرة ممكن ينزل على 1100. هون عم نشوف توزيع الأمطار كمان. بالنسبة لبكرة ببلش غائم لغائم جزئيا، انخفاض إضافي درجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة أو تكون غزيرة فجرا، حتكون مترافقة أو برق وراد، التلج على 1100-1200، والطقس بلش يتحسن تدريجيا اعتبارا من الظهر. بدنا نحذر تكون الجليد على 1300 متر وما فوق اعتبارا من بكرة. التنين حيكون غائم جزئيا وارتفاع درجات الحرارة، ويعني بلش يتحسن الطقس وحيكون عندنا ارتفاع درجات الحرارة، ما في أي أمطار. الأمطار فينا إذا بدنا نلخصها هي من اليوم الفترة الصباحية، وكل ما قربنا بالنهار حتزيد غزارتها اعتبارا من بكرة الظهر بيتحسن الطقس. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل من 8 ل 19 درجة، بهالأثناء ببيروت هي 15، بعدها شوي عالية بس خلال الساعات حتبلش تنزل. هون عم نشوف السبت في انخفاض بحدود الأربع درجات بين اليوم وبكرة، والمناطق الجبلية من الأربع درجات ل 12 درجة اليوم، بكرة من درجتين ل 10، المناطق الداخلية من 4 ل 15 درجة، بكرة من 3 ل 11 درجة. الهواء اليوم بين 20 و50 كيلومتر معدل، وعم يكون جنوبي غربي بيشتد احيانا ليوصل ل 75 كيلومتر بالساعه، حيؤدي لارتفاع بموج البحر بحدود 3 امتار اعتبارا من بكره. هون عم نشوف جبهه الغيوم بلشت تفوت علينا خاصه بيروت والشمال على الصوره. وبالنسبه للرطوبه بين 60 و85 بالمئه، الموج حكينا ممكن يوصل ل 3 امتار، وحراره سطح المي 17 درجه، وساعة شروق الشمس 6 و8 دقائق، الغروب الساعة 5 و34 دقيقة. وهيدا النهار اليوم 29 شباط ما حيتكرر إلا مرة في الأربع سنين. يعني هيدي تاريخ مميز. تعرف شو حدا خلقان بهيدا النهار بتحب تعايده؟ لا والله، بس يعني الله يعينه اللي عنده هيك. عن جد ليش بيحتفل مره كل اربع سنين بعيدا؟ مش الحال ما في يحتفل ب 28؟ بلا، بس انه هو خلقان 29. لا ليش؟ مش مزبوطه. يلا يعني منيحك اذا بتزبط انه واحد ما يكبر الا ما يكون عم بيحتفل بهيدا النهار، يعني كل اربع سنين سنه منيحه. كل واحد حسبها مثل ما بده. شكرا لك. ويك اند محمد كنج مصلحة الأرصاد.